ومع السؤال الثامن عشر، الآن نتحدث عن نوع أيضا من أنواع التعريف الهامة، وهي التغير في السرعة المتجهة مقسوما على الزمن. نحاول معا أن نتذكر عزيزي الطالب هذا الشكل للقاعدة الرياضية التي تعبر عنها هذه أو يعبر عنها هذا التعريف. عين اثنين ناقص عين واحد تقسيم الزمن. هذا الجزء يعبر عن، أحسنتم، معدل التغير في السرعة المتجهة مقسوما على الزمن. هذه العلاقة الرياضية وهذه العبارة أيضا تعبر عزيزي الطالب عن، أحسنتم، عن التسارع. فالتسارع هو إما تزايد في السرعة أو تناقص في السرعة بالنسبة للزمن.